أزول تنمير تنون ركن بران سيمير أنتي وناس قوسنون أمبركاس قوسنون إغودان بالمناسبة الترسيم الطابع الرسمي للأمازيغية يعني على حسب الأنشطة اللي على مستوى الجامعة الترابية للتشارة الجهادية تم توقيع الترسيم ديال الطابع الرسمي للأمازيغية اللي فيها يعني جميع الأقسام سواء التشويرات على مستوى داخل الجامعة أو كذلك ومثال أنه على مستوى التعمير على مستوى يعني تصحيح الإمضاءات على مستوى التجهيز والتعمير لأنه ارتأت الجامعة أنه حتى على مستوى السير والجولان أنه دير هذه البادرة الطيبة أنه اللي هي ربما رائدة على المستوى الوطني من الله أنه تكون بادرة اللي هي طيبة في نفس الوقت يعني على مستوى جميع الأقسام الجامعة أنه الترسيم ديال الطابع الرسمي لأمازيغية احنا بصدد انه ربما كان عندنا بامال ديفينمو شحال هذه ولكن حنا الحمد لله على مستوى الجامعه ديال التشيره اللي كان توخى وانه نعطي واحد القيمه لهذا الطابع الرسمي للامازيغيه انه يمشي على مستوى الوطني لذا انه يعني الطابع الرسمي للامازيغيه اللي هو مرسم على مستوى الجامعه ديال التشيره اللي عنده واحد الصبغه خاصه هذه السنه سواء انه سيدنا الله ينصره قرر على انه يكون واحد اليوم ديال العطله ومؤدى عنه هذه بادره طيبه وربما هذه السنه هذه انه الطابع الرسمي للامازيغي اللي هو مرص على مستوى الجامعات الترابيه ربما على صعيد المملكه اللي هو عنده واحد القيمه مضافه بالنسبه للامازيغيه وكنتوخوا انه ان شاء الله الرحمن الرحيم جميع الجامعات ولا جميع يعني المؤسسات ديال الدوله يمشيوا في هذا النموذج اللي كنتوخوا انه يعطي واحد القيمه مضافه اللي كان نفتخروا حنا به كامازيغ وكنتمنى انه يكون التوفيق ان شاء الله في مقارب ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه الاحتفاليه ديال اسانيد يناير 1974 اللي اشتغلت عليها جامعه الشيره الجهاديه على المستوى الترابي ديال المدينه وبالنسبه راس السنه الامازيغيه الجديده اللي جات في اطار الاحتفالات الرسميه تفاعلا مع القرار الملكي وتفعيل راس السنه الامازيغيه 14 يناير كعطله مؤدعه اللي تنهنيو بها الساكنه وعموم المغاربه بصفه عامه. اشتغلت الجامعه الترابيه ديال الشيره الجهاديه بحاله تمييزي او وضع تمييزي بالاضافه للاحتفالات بايدي النار والندوات والسهرات اشتغلت على تفعيل الطابع الرسمي الامازيغيه على المستوى في المجال الترابي والاداري للجامعه حيث اخترت انه تشتغل على محور ديال تفعيل التشوير الداخلي لمجموعه من الاقسام والمصالح ديال الجامعه مصلحه الحاله المدنيه مصلحه الممتلكات مصلحه تصحيح الامضاءات هذا التشوير الداخلي اللي غيساهم في تفعيل الطابع الرسمي الامازيغيه داخل المجال الترابي او المجال الاداري ديال الجامعه وفي مجموعه من المرافق التابعه للجامعه. كما اشتغلت الجامعه كذلك في توجيه ثلاثه مذكرات وجههم السيد رئيس الجامعه لرؤساء المصالح في داخل الجامعه من اجل تفعيل الامازيغيه. الاولى توجهت رئيس مصلحه الحاله المدنيه التي تنص على تسهيل ماموريه ديال حامل الاسماء الجديده بتسجيل اسماء مواليدهم بكل سلاسه تبعا وتفاعلا مع قانون الحاله المدنيه اللي تحترم الخصوصيه المحليه الخصوصيه الامازيغيه في هذا المجال اللي في اعطى فيها السيد الرئيس توصيه لجميع المصالح التابعه لمصلحه الحاله المدنيه في جميع الفروع ديال المدينه بتسهيل هذه الماموريه وتشجيع الاباء والاولياء باختيار اسمائهم وتسجيلها بكل سلاسه. من جهه ثانيه وجه السيد رئيس المجلس الجامعي في اطار هذه الاحتفاليه مذكره لرئيس التعمير والتجهيز من اجل حث الشركات التي نالت صفقات تجهيز داخل المجال الترابي للجامعه من اجل استعمال الامازيغيه لغه وحرفا في اليافطات المتعلقه باوراش اشتغالها في المجال الترابي للجامعه من اجل تفعيل هذا المخطط. المذكره الثالثه اللي هي مذكره توجيه هي كذلك وجهها السيد رئيس المجلس الجامعي للتشيره وجهها لرئيس الشرطه الاداريه اللي فيها في مضمونها ان السيد الرئيس يحث جل المستثمرين في المجال الترابي للجامعه التشيره الجهاديه من رجال اعمال من اصحاب صيدليات ويعني الاطباء العيادات الطبيه والمقاهي الابناك جميع المهن باستعمال الامازيغيه في يافطات واجهتهم التجاريه وذلك تفاعلا مع القرار مع مضامين الدستور وتفاعلا كذلك مع مضمون
المخطط الجماعي لتفعيل طبع رسمي الأمازيغية الذي سنته الأواء الذي صادقت عليه جماعة الشارة الجهادية في فبراير 2023. نتمنى نكونوا في موعد مع التاريخ، نتمنى نكونوا كذلك في موعد مع حقيقتنا، في موعد مع خصوصيتنا، في موعد مع الأرض يعني اللي تميزنا وتستقطبنا. تنميرت.